اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق رسمي. إيجاد تطبيق رسمي، قوموا بالضغط هنا على تطبيق جاكو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الرسمي، وهنا سوف تجد جميع المعلومات التي سوف تحتاجها. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.